تهدى وتفوح تأمل. بسم الله السلام القدوس والصلاة والسلام على أهل السلام. أعزائي المشاهدين، تحية منعمة بالسلام. انتهت حلقتنا الماضية بسؤال: كيف نصل إلى أول 17 ثانية من التفكير الصافي؟ وصى علم التنمية بعدم ممارسة التقنية بالتفكير لعقل المنفرد. لكي ننجح في البداية فلا بد من الكتابة أو بمساعدة شريك للتحدث عن الفكر، بمعنى أن ننتقي شريك تتحدث معه عن الفكرة، مما يضاعف من قوة التركيز الصافي. ففي حالة الكتابة قم بالتحدث عن فكرتك كما لو إنك تكتب رسالة لصديق، وتبدأ في وصف المشاعر كأنك تملك بالفعل هذا الهدف، كما لو إنك سافرت للمستقبل وقد تحقق هدفك. الطريقة الثانية هي أن تشارك بعض الأصدقاء، وكل منهم يحفزك للوصول من خلال تفكيره. على سبيل المثال، نحدد الهدف: واحدة تريد حفل زفاف رائع، فيبدأ أحد الأصدقاء بالحديث عن مدى جمال وروعة مراسم الزفاف، ويتابع الآخر عن مدى استمتاع المدعوين بالحفل وعن روعة فستان العروس، ويتابع الآخر بتحدث عن قطع الكيك والبوفيه وعن جمال الديكورات في موقع الحفل، وهكذا. تستمر المجموعة في الحديث 5 أو 10 دقائق، فذلك يحفز على تحقيق الهدف ويجذب الطاقة الإيجابية. تعالوا نبدأ في الأسبوع الأول عن أشياء ليست مهمة بالنسبة لنا، سواء تحققت أو لم تتحقق. على سبيل المثال، إنك تملك خلية نحل وإنك تراقبها وتنتج العسل، ومن سعادتك توزع على الأهل والأصدقاء إنتاج العسل. إذن كل ما عليك فعله بعد تدريبك في الأسبوع الأول أن تكتب عن شيء ما تريد تحقيقه بالفعل لمدة 68 ثانية من التفكير الصافي، مهما كنت منشغل ومحاط بالكثير من الأعمال اليومية. من المؤكد أنك ستجد الوقت لتأدية التقنية، فهدفك يستحق ذلك كله من خلال 2 مرات في اليوم مثلا، في علاقاتك الشخصية، في الثروة، حصولك على بيت جديد أو سيارة جديدة، أو تحقيق ترقية في مجال عملك، وهكذا. أعزائي المشاهدين، بداخلك الكثير من النعم، فالحمد لله على نعمة الوجود، فاستمتع بنقاء روحك وأجذب لك كل ما تتمنى. فصدق إمامنا عليه السلام حين قال: كل متوقع آت. إلى هنا انتهت إجابة السؤال، ولنا لقاء روحي لنبلغ بأرواحنا ما نتمناه، ولنعلم جميعا أن نقاء الروح تصل باليقين الاستجابة. تحية سلام لكل روح ترانا بالمحبة والسلام. إلى اللقاء. تأمل وارتحل بالروح لتعذب في الهدى وتفوح لتعذب في